هتتأخري؟ لا خالص، هخلص شغل واجي على طول. طب ممكن لو الأستاذ مجدي هف وغزلته كده إن هو يعزمك على فنجان شاي بعد الشغل، تتصلي بأختك وتطمنيها؟ من عنان. نعم. أنت نازلة تاني؟ آه طبعًا هنزل. ليه يا ماما؟ ما أنا قلت لك يا كمالي أنا مش هسيب الشغل، أنا لازم أوصل للي أنا عاوزاه. برافو عليكي. إيه اللي برافو؟ أنت بتقويها عليا؟ الصراحة آه، يعني اللي هي بتقوله ده كلام صح. بعدين إيه اللي حصل يعني؟ البنت اللي عملت فيكي كده أنا عذراها. يا سلام. آه طبعًا، بنت قاعدة بتشقى وبتعمل سوق وبتعمل زباين، وتيجي منى تاخد كل السوق ده. على فكرة أنت كان لازم تحطي نفسك مكانها، صعب قوي الموضوع ده. طب إيه رأيك بقى؟ ورحمة أبويا ما حسب لها زبون في المكان ده. هتشوفي. يا بنت هتفقعك على الأجام ده وهتخزق لك عينيكي وفي الآخر أنا اللي هسحبك. ما تخافيش، الموقف ده لازم يقويها مش يضعفها. يقويها على إيه يا أمي؟ يقويها على إيه؟ أمال قولي لي، وأنت مش نازلة ولا إيه؟ مش نازلة. مش رايحة الشركة دي تاني. ياه، تبعدي عن حبيب القلب؟ يا اختي هو حبيب القلب اللي باين عليه حاطيني في المكتب جنبه وخلاص. قاعدة ما بعملش أي حاجة. ما بعملش غير إني بقرا جرايد، زهقت. وبعدين أنا قررت إن أنا أبقى زيك وزي البت منى المجنونة اللي جوة دي. يعني إيه؟ يعني قررت يكون ليا حلم وحارب عنه وأحلم له والحاجات الغريبة بتاعتكوا دي. طيب هتعملي إيه؟ أنا عارفة. أهو أكيد هلاقي حاجة أعملها. أنا حسني تعبانة قوي. أحسن، عشان ده من الهري والنكت في روحك طول الليل. ارحمي نفسك شوية. خلاص يا كاميليا، ولا أنت هتشتغلي عليا كده نصايح على الريق؟ ركزي مع التانيين بقى. مع التانيين؟ طب أنا مركزة مع الكل، ومش رايحة ولا يمين ولا شمال، وقاعدة أنا بقى معاكي على قلبك لغاية لما نشوف حل لموضوعك. الو، صباح الخير. صباح النور. ايه يا ستي، حد يفضل نايم لحد دلوقتي؟ معلش والله اصلا تعبانه قوي. طب اقول لك على حاجه، انا نازل مكتبي دلوقتي، عايزك تفوقي كده وتجيلي، هخلص حاجه على طول وننزل نفطر في مكان حلو، ايه رايك؟ والله يا وجيه مش قادره انزل خالص. ماشي براحتك، فكري وانا مستني ردك. اوكي ماشي، باي باي. ايوه نعم. مروه انت فين واتاخرتي كده ليه؟ هو ايه الدنيا ما فيهاش غير مروه النهارده؟ مروه انت بتعرفيش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ استاذ مدحت بيسال عليكي واصدر قرار ان انت تبقي المسؤوله هنا عن قسم التصميمات في الشركه. مروه انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان انت بقيتي رقم واحد هنا. ماشي بقى. عسل. دلوقتي بقى انا هستفيد ايه من اللي بيحصل ده كله؟ بالراحة بالراحة، مالك يا حلوة مستعجلة على ايه؟ واحدة واحدة. بما اننا احنا الاتنين من طينة واحدة وكده يعني. في واحدة حلوة زي كده تقول طينة؟ على العموم عايزة ايه؟ مش فاهم. هو احنا هنصيع على بعض؟ من غير قلة ادب، قولي عايزة ايه وخلاص. نتجوز. ده انت مستغنية عن نفسك بقى. انت هتهزر؟ والله هو عرض مغري بصراحة، انا هفكر فيه. بس قولي لي بقى هتدفعي شبكة كام؟ لولو هو انت هتصيع عليا؟ تاني قلة أدب؟ على كل حال أنا كده كده كنت هطلب منك الطلب الفظيع ده، بس أنا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا، أنا ما بعمرش. حياتك ولنا. أيوة كده، فكي كده ودلعي نفسك. أستاذ لؤي. لا 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 لا، ده كده كتير بصراحة، بجد كده كتير، عايز مني إيه؟ كل ما تشوفني تتحول كده؟ نعم نعم. جايب لك الفواتير. فواتير. يا علي يا علي. ايوه، اول ما تسمع سيرتي الفواتير تتغير. انت امضك جميله بقى. انا مش عارف انت عارف كل دخلاتي. نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. ايه عارف ايه ده؟ كفك الجميله يا لؤي مالك. تعال، عارف كف الجميل ده هيعمل ايه؟ هينزل على صرصور ودنك يطرشك. كفايه تلمع اوكر، بطل تلمع اوكر يا دي النيله.